اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، معكم خالد ومسلم. في درس النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موقع جديد قابلته بالصدفه. موقع اسمه جاست ديليت دوت مي. الموقع وظيفته ان انت بكل سهوله ممكن تدخل على الموقع ده، ولو انت مشترك في اي موقع وعايز تحذف عيوبك من عليه ومش قادر توصل من على الموقع او تسهيل للوقت، تخش على الموقع وبتكتب اسم الموقع اللي انت عايز تحذف نفسك من عليه، فليكن مثلا فيسبوك، تضغط عليه بكل سهولة جدا بيجيب لك الصفحة اللي انت ممكن تلغي فيها اشتراكك من على الفيسبوك. بمجرد ما تضغط ديليت ماي اكونت كده بتقدر تمسح اكونتك من على الفيسبوك. كمان الموقع بيوفر لك مثلا في الصفحة الرئيسية ليه بعض المواقع المشهورة، وكل موقع بيكتب تحتيه درجة السهولة أو الصعوبة. يعني هنا مثلا فور شيرد بيقول لك سهل، في مثلا أدوبي صعب، هارد، امازون هارت، علي بابا هارت. يعني في بعض المواقع مثلا بتبقى امبوسيبل، مستحيل ان تمسح منها تتمسح من عليها، او في صعوبة ان الموقع يمسحها من عليها. اللي باللون الاحمر بيبقى صعب، اللي باللون الاخضر بيبقى سهل، اللي باللون الاسود بيبقى مستحيل. ممكن تختار موقع من كل المواقع الموجودة دي، طبعا موجود عليه معظم المواقع ان لم يكن كلها، وبتقدر تختار اي موقع انت عايزه وبتمسح اشتراكك من عليه توفيرا للوقت والجهد. أتمنى يكون الشرح بسيط ويوصل لكل الناس، وإلى اللقاء في دروس أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.